تحط في العصر. زعيم عبد الطيب عضو فريق حزب أصالة المعاصرة مجلس النواب. اليوم يوم استثنائي، خطاب استثنائي، علاقات استثنائية ديال الدولة الفرنسية مع الدولة المغربية. اليوم التاريخ يعيد نفسه، اليوم كيذكرنا بالجهاد ديال محمد الخامس رحمه الله، كيفاش ضحى وضحى بالعرش ديالو وضحى بوليداته من اجل المصلحة المغاربة، ودار الدور في الحركة الوطنية وجعل فرنسا تعرف السيادة المغرب واسترجع السيادة ديال المغرب، وبدات التنمية وتبع جلالة المغفور له محمد السادس الحسن الثاني. اليوم محمد السادس نصره الله كيجعل هذه العلاقة تحيا من جديد على أسس ديال المصلحة المشتركة، على الأسس ديال المصالح المشتركة. اليوم الدولة الفرنسية تعترف باعتراف لا لبس به السيادة المغرب على جميع التراب ديالو من طنجة للقويرة. اليوم الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي ماكرون كيمد يدو لجلالة الملك محمد السادس، وكيمد يد الدولة الفرنسية للدولة المغربية. واليوم أمام النواب ديال الأمة، أمام ممثل الأمة المغربية، يطلب بأنه تكون واحد العلاقة ديال الاستثمار، ديال التنمية، ديال نقل التكنولوجيا، نقل المعرفة، تكوين في جميع المجالات، بنية تحتية، التكنولوجيا المتقدمة، الماء، الكهرباء، كل 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 مناحي الحياة والتنمية اللي كيقول سيدنا الله ينصره ديال الإنسان، الإنسان المغربي. اليوم الدولة الفرنسية ورئيس فرنسا كيعترف بأنه الباب ديال إفريقيا هي المغرب، الباب باش كلها فرنسا ترجع العلاقات ديالها لا مع المغرب ولا مع الدول الإفريقية، هي الحفاظ على المصالح ديال المغرب، الحفاظ على المصالح ديال الدولة المغربية. ومن جديد حنا كمغاربة كممثلين الأمة كنقولوا عاش محمد السادس، عاشت الأسرة العلوية المجيدة بتاريخها وبسياساتها الرشيدة في الماضي وفي الحاضر. الخطاب ديال فخامة الرئيس ماكرون خطاب تاريخي بكل المقاييس، لأنه أولا يعني أعلن على أن فرنسا تفكر في مقاربة جديدة لعلاقتها مع الدول الإفريقية، مبنية على الاحترام، مبنية كذلك على تجاوز كراهات الماضي، تجاوز يعني سوء التفاهم الذي كان موجود في الماضي. هذه المسألة الأساسية، لهذا يعني تحدث عن الساحل وتحدث عن الغرب الإفريقي وعن شمال إفريقيا، ولكن نوه بالدور المغربي والتواجد المغربي، وقال بأن المغرب يمكن أن يلعب دورا كبيرا جدا بالنسبة لهذه المقاربة الجديدة. والمسألة الثانية وهو أنه الرئيس الفرنسي قال بأنه المغرب وفرنسا تربطهما علاقات يعني عميقة وعلاقات يعني ممتدة عبر التاريخ، و يعني كان هناك درس في التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا والآداب والفنون إلى غير ذلك فيما يخص هذه العلاقات وتأثيرها إلى هذا. وقال بأنه هذا العمق والذي يعطينا الأمل بالنسبة للمستقبل، نحن يعني عبر الأجيال طورنا هذه العلاقات، ولكن الآن يعني آن الأوان لكي نقفز قفزة نوعية في هذا الإطار. هذا بمناسبة زيارة جلالة الملك المقبلة إلى فرنسا، سيتم وضع إطار متطور للعلاقات ما بين فرنسا، يكون يعني نموذجا، يكون يعني الأول ما لفرنسا في علاقتها مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي. المسألة الثالثة وهو أن الرئيس الفرنسي يقول بأنه يعني سيادة المغرب على الصحراء هي مسألة الآن واقع، وفرنسا تعترف بهذا وتقول بأنه يعني الحكم الذاتي هو مقاربة رابح بالنسبة للجميع. ولهذا الرئيس الفرنسي أكد على شيئين في هذا الإطار. الشيء الأول هو أنه قال هذا ليس ضد أحد، ولكن المقاربة شاملة وتشمل الجميع وليس ضد أحد، يمكن أن نخرط فيها الجميع، والجيران يمكن أن تخرط فيها الجزائر، يمكن أن نخرط فيها البوليزاريو إلى غير ذلك. إذن هي مقاربة لا تقصي أحدا في هذا الإطار. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية يقول الرئيس الفرنسي بأن هذه الأقاليم ممكن أن تلعب دورا مهما جدا ك يعني همزة وصل فيما بين الشمال، يعني سواء بالنسبة لشمال إفريقيا أو بالنسبة لمنطقة أوروبا، والجنوب الذي هو الساحل وغرب إفريقيا. لهذا فاستثمار
في هذه المنطقة، الجهود التي يقوم بها المغرب، ولكن كذلك دعوته للمقاولة الفرنسية بأن تستمر في هذه المنطقة. هذه سيعطي دفعة قوية بالنسبة للدينامية الاقتصادية لخلق يعني الفرص الشغل. والرئيس الفرنسي أشار إلى الشباب ومبادرة الشباب عدة مرات، وكذلك لخلق الثروة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على منطقة الساحل وعلى غرب إفريقيا، خصوصا قرب المناطق الصحراوية الصحراء المغربية من هذه المناطق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.